نعم، اسم الصفة؟ العبود عبد الحفيظ، رئيس الجمعية الجمركية المغربية. نعم، صوص مرصفة سمحتي. العبود عبد الحفيظ، رئيس الجمعية الجمركية المغربية. نعم. حنا كنتواجدوا في إطار المشاركة تاع الفريق تاع الجمعية الجمركية المغربية في الفعالية تاع سميتو لو تورنوا انترناسيونال دو كاراتيه اللي تنظمته عصبة الوسط الشمالي، واللي عرف فيه يعني مشاركة أكثر من الفريق ومشاركة فرق إسلامية إلى دول أجنبية. وكانت فيه يعني الجانب التقني، كنظن بان الجانب التقني تاع الفرق المشاركه كان قوي وكان مرتفع، والفرق تاع الجمعيه الجمركيه سجل مشاركه ايجابيه، واستفدنا من التجارب تاع يعني تاع الفرق الاخرى فيما يتعلق بالجانب التقني والتطوير تاع الفرق يعني على مستوى يعني الكراتي، وهذا غيفيدنا في تطوير الممارسه وفي تطوير الاداء تاع اللاعبين ديالنا، وحنا فرحانين بهذا الاداء. وكنشكر السيد عبد الرحيم الجمالي على المسانده والدعم ديالو لهذا الفريق الشاب اللي اصبحت اكثر من عنصر واحد في يعني كيشكل الفعاليه تاع الفريق الوطني على مستوى الشباب والكبرى، وكذلك على مستوى المكونات يعني تاع النخبه الوطنيه ككل. حنا فرحانين بهذا الاداء التقريب تاع الفريق الوطني، وكنشكروا الاطار الفني والطاقم والرئيس تاع الفريق على المجهود اللي كيأديو لتطوير هذه اللعبه اللي اصبحت لعبه اولمبيه ذات طابع عالمي، واللي غتاخذ مشاركتين دوليتين في فوق 2017 2020 لعب اولمبيه بطوكيو. والحمد لله 5 لاعبين من الشبوه تاع الفريق ديالنا غيشكلوا النواه تاع الفريق الوطني، وحنا فرحانين بهذا الاداء وبهذا التعريف ككل. شكرا جزيلا. شكرا. اسم الصفه؟ المعنوي الحسن، مدير تقني الجمعيه الجمركيه. كنشكروا رئيس الجمعيه الجمركيه والمدير العام للجامعه ديال اداره الجمارك اللي كيشجعونا وكيدعمونا وكيحسنا على المستوى هذا، اللي اليوم حنا لنا شرف باش نكونوا ناثروا هاد الفئات اللي كتكون في الجمعيه الجمركيه وفي جميع الدوليات الدوليه اللي زوقوا انترناسيونال. واليوم طاحت لنا فرصة باش نشاركوا في هذا الدوري الدولي في فاس، وحصلنا على 4 ديال الميداليات، 3 الفضيات والبرونزية. وكنشكروا هاد الناس اللي سهروا على هاد التظاهرة من هاد الحجم الكبير اللي هي عصبة ديال فاس، تنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للكروي. وكنشكروا جميع المسؤولين معنا في هاد الانجازات من الابطال ومن المسيرين. كنشكروا الرئيس ديالنا الفرع السي رشيد السفرجلي اللي ديما معنا وجنبنا في جميع التظاهرات. وكنشكروا السي خالد حماموش من مال الجمعيه اللي هو تا هو حبينا وقف جنبنا بالليل وبالنهار. وكنشكروا بزاف في كل شيء، كنرجع الله عز وجل ولهاد الناس اللي هما وراء هاد الجمعيه الجمركيه، كنشكرهم بزاف. شكرا جزيلا. شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا باسم الجمعيه الجمركيه المغربيه للكاراتي، وكنشكروا السي الرئيس ديالنا عبد الحفيظ العبودي، و السي رشيد السفرجلي، وكنشكر هاد التظاهرات هاد العصبة الشمال عصبة بس. دابا انت اليوم شنو ربحتي؟ ربحت هاد بروفي دوزيام. نعم. فينال كاطايا لي كاكو مع الدري شفشاون ياسين زيطا، وشكرا. وكنتمنى نوصل ان شاء الله في 2020 العاب الاولمبيات ودي بروميير ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شو سميتك؟ سميتي عبد المنعم الناوي. كنشكر بزاف الابوين ديالي والاستاذ رئيس الجمعيه الجمركيه سي عبد الحفيظ العبودي وسي خالد المنبش. والحمد لله اليوم تفوقت على الخصم ديالي حتى وصلت للفينال، وما تفوقت على الخصم ديالي للفينال ودرت الدوزيام. شكرا. شكرا. Thank you.